لبناني وأفتخر، حبيت هيك بهالكلمتين أني حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا، إن كنتوا بلبنان ولا وين ما كنتوا، حتى قلكم ونحن كل لبناني وين ما نوجد هو يفتخر. وأكيد تفاصيل اليوم بلبناني وأفتخر هي جمعية حديثة إلى 4 أشهر. أنا بيسرني كتير اليوم أني استضيف رئيسة أستاذ فادي فياض، أهلا وسهلا فيك، وبالوقت زيدي نائب رئيس جمعية مهرجانات جوني الدولية طبعا. كمان أهلا وسهلا فيك. ولكن هيك حبيت كتير لبناني وأفتخر. مزبوط، كتير حلوة الفكرة. ريبيكا، نحن يمكن أنا شخصيا بحكي عن حالي، أنا من جيل بيسموه جيل الحرب. حصدنا اللي زرعته أيد الفتنة بلبنان، و وما صرنا حقيقة نفتخر مزبوط ببلدنا، بس نحن بنسمع عن لبنان العز ولبنان الجولدن ايج تبع لبنان، وبعتقد وجباتنا نحن الجيل تبعنا جيل الحرب سبيسيفيكلي انه يزرع اليوم تولادنا يحصدوا لبنان بيفتخروا فيه. كتير حلو، مع انه نحن يعني جيل الحرب مثل ما قلت عشنا على امجاد، ولكن نحن كل يوم عم نحاول نبين نص الكباية المليانة. ويمكن جمعية لبناني أفتخر حتى تكرس إذا بدك أهمية لبنان وأهمية اللبناني. بننبسط باللبناني بالعالم كله بإنجازاته، ولكن ليه بلبنان إحنا بدنا نفتخر؟ نحن بنفتخر عنا أشياء بتاخد العقل بلبنان. كيف أجت الفكرة هيك؟ بس أجت لا الفكرة؟ لا، رح لك بصراحة. نحن أول شيء مجموعة أشخاص، وما في عمل بينجح إلا ما يكون عمل جماعي. مجموعة أشخاص منفكر مثل بعضنا، وأنا هون بحب وجه تحية لنائب رئيس الجمعية أستاذ جهاد يونس، اللي هو is the trigger of the idea، يعني هو إذا بدك طلع بالفكرة أنه لازم نعمل جمعية ناشطة يكون عندها statue، يعني أمور واضحة نقدر نشتغل لخير المجتمع وخاصة دعم المؤسسات الحكومية. وبالبداية كانت تعرف، هلأ حنحكي أكثر بالتفاصيل، بدعم مؤسسة بدنا ننتقل مباشر. ظاهر عنا نقل مباشر، يعني يلي بيشوف هالروبورتاج يعني بفهم أنه 6 تموز هو يوم مع الوطن طبعا، ويوم مع الإنسان، يوم مع الجيش اللبناني، مع وحدات الجيش المختلفة، وحدات الطيران، وحدات البحرية، مغاوير البحر، المجوئة، مغاوير البر، وبالإضافة لعدة ستاندات رح تكون موجودة لسلاح المدفعية، سلاح الطبابة، لنزع الألغام. يعني هذا النهار مدعوين المواطنين يشاركوا أول شيء مجانا للجميع، لوجستيا المواقف مؤمنة، بمعنى يعني اللي جاي من ميلة بيروت بيقدر يصف في جامعة الروح القدس، يما مدرسة الأبوتر بجوني، يما المركزية بجوني، وفي بواسط بتوصلهم ذهابا وإيابا إلى موقع المهرجان. من أي المهرجان ساعة مفروض يكونوا صباحا؟ 10 ببلش الشو، يعني مفروض يبلشوا العالم أبارتير دو نافر، يوصل الساعة 9 9 الصبح. واللي جاي من ميلة الشمال عنده مواقف كازينو لبنان، مواقف مدرسة السابيس، عندنا مواقف ستار أكاديمي، وعندنا مواقف مطرانية أدمى، وكمان الباصز بيوصلوا العالم ذهابا وإيابا. فبالتالي كله منظم أمنيا، المنطقة سوبر الحمد لله محمية بإذن الله. رح يكون في عروض لأول مرة، جيش اللبناني لأول مرة رح يعمل من أهم مناورات، ورح يبرهن الجيش للمواطنين الموجودين أنه جيشنا قادر بمعداته بالتقنيات الجديدة اللي عنده إياها. بهيدي المقولة أنه جيش اللبناني بالسكنات وإذا خلصنا، نحن ما قلنا إلا الجيش. ومن هون حبينا كجمعية مع مهرجانات جوني الدولية نضوي على أهمية جيشنا، حبينا نعمل هذا النشاط. والام تي في يعني دائما ام تي في شابو. أنا بتشكر أستاذ ميشيل المر رئيس مجلس الإدارة، لأنه حقيقة الدعم اللي قدموه لإنجاح هذا المشروع وهذا النهار، إذا بقول لك الماكسيموم أكثر، يعني بهالنهار هيدا يوم مع الوطن قبل الظهر بستة تموز، رح كلنا نشارك كلبنانيين صغار وكبار، رح ندخل مع الجيش ورح يتصوروا الأولاد على الدبابات، ورح نتعرف على دور الجيش ومع الجيش، نعيش نحن وياهم هالنهار هيدا، نتعرف عليهم، ورح يتصوروا الأولاد على الدبابات والهامفيز والبرادلي، وفي هليكوبترات، ورح نعمل انزل للزودياك وانزل لليو تي في، وفي شو رابالات والتيروليان، وكتير حلو. أنا حبطلب من الناس يجيبوا، اللي عنده أولاد يجيبوا أولاده، الجان يجوا مع بعضهم ينبسطوا،
في اكتيفيتيز كل النهار، نهار رائع ما تروحوه، ولازم نكون حد جيشنا، ندعم جيشنا الوطني معنويا، نكون موجودين. هيدا قبل الظهر. قبل الظهر. بعد الظهر بنروح على الشق الانساني يلي اخترته السنه بديل عن، بنعرف انه مهرجانات جوني الدوليه كانت تختتم دائما مهرجاناتها بالفاير بالفايروكس. فايروكس هالسنه اخذنا قرار موجع وعذبنا انه نلغي الفايروكس لانه وضع الاقتصادي مثل ما بتعرفي استاذ ابو نادر ما بيسمح، وقررنا انه نستبدل هذا الشيء بالعمل الوطني. وضعنا بلاتفورم مهرجاناتنا بتصرف جمعيه لبناني وافتخر ثائبت انا الرئيس تبع هالجمعيه بنفس الوقت، انما مع فريق العمل قدمنا هذا النشاط الوطني. وب 18 الشهر عندنا نشاط انساني، قدمنا البلاتفورم تبعنا لجمعيه بريف هارت اللي هي تعنى بالاطفال اللي عندهم مشاكل قلب، تيعملوا فند ريزنج ويبيعوا تيكتس. يعني كان نطلب من الناس تشارك تجي تنبسط، هن وعم بيسهروا بنفس الوقت عم بيفيدوا قضيه محقه 100%. قضيه انسانيه. حتى نختم مهرجانات جوني الدوليه مع الماجد الرومي لدوز ب 12 تموز، وبعد عنا شيء تاني. لا هو حفلة بريف هارت هي لو 18 جويت 18 تموز. 12 تموز عنا ماجد الرومي يلي كمان تيكتس اون سيل بفيرجن تيكتينج بوكس اوفيس. ماجدة بغنى عن التعريف. أكيد. مبروك الدكتوراه الفخرية للفنانة ماجدة. بدي اقول بس انه بستة تموز رح ينقل على الام تي في بعيد الجيش لانقوت الحفل اللي رح يتصور بستة تموز بالليل اللي عملته جمعيتنا بالتنسيق مع مهرجانات جوني لعائلات الشهداء، ومقدمين غنية خاصة للجيش اللبناني من وحي انتصار جيشنا ضد الارهاب، وحقنا نحتفل بانتصار جيشنا. وانت بتعرف كان في حفل لانتصار الجيش بالسانتر فيل التغى، فنحن لا جيشنا لازم يتكرم وعاملين هذا النشاط كرمال هذا الشيء. وانا بدي اشكرك، اشكر حضورك معنا اسس فادي فياض، اشكر الام تي في ومهرجانات جوني الدوليه. شكرا. ومبروك لبناني وافتخر. شكرا. لانه نفتخر فيكم كمان كشباب فيكن. اليوم علقين بلبنان وين ما كنتوا، بدي لكم افتخروا انتم لبنانيه. بعطيكم موعد بكره مشاهدينا، الى اللقاء. شكرا فادي فياض وكل المعاونين معك طبعا وفريق العمل.